ما شاء الله ما شاء الله، تصدقين وايد ياخذ مني ويشبهني. يا عبد الله الياهل ما كمل يوم عن ابوه، اعطى فرصه يتشكل. شوف عاد الشكل بارك الله فيك، ترى نفس الوجه ونفس الشكل ونفس السماره ونفس العين، بس ما اخذ منك انت الطول. اقول لك نعم. بنسميه سامي اللي تشوفه. اسمعني، ما دام احنا على سفر سير سجله وطلع له جواز عشان الفيزا. يا ربي زوين انت فيش تسافرين وعندك ياهل. ما عليه، انا ما بضيع اجازة الصيف عشان عندي ياهل. اقول لك اتحملي، تقولي بنودي الخدامة. انا بتحمله بس نسافر، انا تري الصيف على حرم اليمر. ارقية انا احذرش، السنة اللي طافت رفيجي سار هو حرمته ولتهم الرضيع، الصدقية انه من كثر الضغط انطرت اذنيه في الطيارة. وبعدين لا تنسي ان الشير مال المانيا سوت له حساسية، ليه اليوم حيل بعد فيه الحساسية. لو تروعني من اليوم لباكر بسافر، يعني بسافر. يلا سير سير انقفض وطلع اوراقه. تفضلي. مرحبا. هلا. ممكن نتكلم عن انفراد؟ تفضلي، ما حد غريب. ممكن تطلع زوجتك اليوم؟ شو اطلع اليوم؟ انا اللي توني والده. لحظة يا رقية لحظة، أختي شو السالفة؟ نحن حاجزين الحجرة من 4 أشهر، على أساس إنه يومين ولا 3؟ أدري، بس نحن الحين عنا أزمة غرف، وما دام زوجتك الحمد لله ما فيها شيء تقدر تطلع. ما بطلع. هدي نفسك يا رقية، هدي نفسك شوي شوي، لا يطيح شيء من بطنك أنت، توش والدة. ها، شو قلتوا؟ زين ليش جيتينا نحن بالذات؟ هذه يارتنا البارحة والدة، طلعوها. هذه وحدة من هوامير البلد، ما فينا عليها. يعني أنا أقول حرام، خلي زوجتي شوي تستريح، على الأقل إنه يزورونا أهلي وأهلها. والله أنا شفت خلونهم يزورونكم في بيتكم أحسن، أنا الحين بسير وعقب ساعة بمر عليكم عشان رتب موضوع الخروج. مو بعلى كيفك، تسمعين؟ أنا داخلة بفلوسي وما بطلع. هدي نفسك يا رقية، هدي نفسك، لا تطيح كبدك من الزعيق. ما تسمعها عايا؟ أنت ليش بارد كذي؟ اختي هو مو بارد، هو ريال جنتل. شو جنتل ولا جني؟ طلعه مو بطالعه. لو سمحت ممكن نتكلم برا بروحنا؟ تفضلي. عبد الله طلعه مو بطالعه، تسمعني ولا بفر ولدك من الدريشه. عشان كذي قلت بكلمك على الانفراد، انت ريال طيب وتقدر الظروف، يعني وين نحط الحرمة الجاية؟ في الممر؟ يرضيك يعني نحطها في الممر؟ ما يرضيني، بس بعد انا لي حق. زين انتوا كم توسعون المستشفى؟ يكون لا تخلون الواحد يحتاج. يعني شو ما بتطلعون؟ يعني انا مو بقصدي، بس قصدي شو بعد مو بقصدك؟ صار لي ساعة تحايل عليك واخرتها تخاف من زعل حرمتك؟ شحك تصرخين علي؟ أنا شو خصني يا ربي؟ عيل خلاص، عندك ساعة تشيل أغراض حرمتك. قبل الحرمة كانت تربي مني وتروع عقب ساعة، شفيكم تتعودتوا على الدلع؟ يا حرمة زين أعطينا فرصة على الأقل ساعتين، تونا قاطعين سر الولد. إيش حكى مستعيل على الأوراق؟ يوم بتظهر حرمتك بنجهز لك. لا أنا مستعيل، قصدي يعني المستشفى مستعيل على طلعتنا. سميته؟ هي نعم، سميته سامي. سامي؟ شو زلمة أنت؟ زلمة؟ أنا مواطن. ما دام إنك مواطن، كيف سمي سامي؟ باكر ولدك بيكبر، تبى يزقرونه سامي عبد الله. إنزين أنت شو عليش؟ ولدش ولا ولدي؟ إيه، أنت لا تصرخ علي. زين هدي شوي 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 شوي، يعني أقول أنا الأسامي من حق الوالدين يسمون ولدهم، ما من حق إدارة المستشفى. برأيك؟ أنا نصحتك. ولدك انت باكر اللي بيتعقد. يول سير الصندوق وادفع مال يومين. ايش حق ادفع مال يومين؟ اقول لك اليوم بنطلع. لا حول ولا قوه الا بالله، اطالع انت مو بحاجز يومين؟ لازم تدفع مال يومين.
ما تبى تدفع السير فوق عند الممرضات، خلي يكتبون لك ورقة انك تام يوم واحد. لا انا ما بساير، شيخ هذا شغلكم انتو. شو؟ الحرمة حرمتي ولا حرمتك؟ لا هي شغلة سالفة بعدها استوت لنا. ايه لا تجلس تحطم علي، انا مو بشكارة عندك. سير خلصني، خلص الاوراق، باقي دقيقتين ويخلص الدوام. ان شاء الله زين، ان شاء الله لا تعصبين علي. وين الحرمة هذي تقولين عنها؟ انت وين جاي؟ من فوق. سير فوق. يعني كسرت كلامي ده؟ يعني انا مو بهامة منك؟ يا حرمه لا تكبرين السالفه، لا تكبرين السالفه، خلينا بنسير البيت احسن، نحن شلنا في هذه الصيحه. انت ليش بارد كذي؟ الحق معاك مو معاهم. يا حرمه قالوا لي اذا حرمتك مصره تجلس في المستشفى بنحطيها في حجره مزدوجه ويا اسويه، وانا تبغين الصدق ما ارضى احطيش ويا حد. حقوقنا تضيع والسبه برودتك. يا ربي انا ليش ما خذيت ريال حار؟ ما ادري. ريال حار؟ تاخذتي فلفل؟ نعم حجزت. صدقيني يا رقيب السفرة هذه بتطلع علينا غالية. حقه؟ ها شي حقه. البترول رفعوا أسعاره منه، قام شركة الطيران ورفعت التذاكر الصوب الثاني. تعال زين. لا حول الله. كل شيء ينحل، كل شيء ينحل إن شاء الله. حتى زادك وراشان. مشكور يا أبو سامي. ما عليه، ها كله من بركات سامي. تعب أخبرك، أنت ايش حقه ما طلعت الجواز حق الولد؟ أنت أول خلينا أسجل في المركز الصحي. وعقم طلع لي شهادة الميلاد، استوى خير عقب بارك الله فيك. عيل هي قم، قم سير، تش حقة بارد كذي؟ ما بارد بس صحيح متي الدمام، باكر إن شاء الله بسير. أقول لك سامي واعي؟ هي واعي. واعي ولا راقد؟ أقول لك راقد. راقد، زين تجلسين بس بطلع بوعي، أبغى ألعبه، من اللي أسوي له؟ صلي شوي. يلا. السلام عليكم. تفضل اختي، هاي المعامله اللي باكر تخلصينها. لا اله الا الله، بتي راح يدينا بهالزجاج. خلصت خوي؟ ليش مستعيل؟ انا مو مستعيل يا ريال، الا تسجيله. انتوا اللي جايب سياره تفحصها من زمان. خلصت يا اخوي، انا ما بجايب واحد واثنين، انا جايب خمسه توائم. خمسه توائم جايب؟ خمسه. نعم. انت جايب منهم؟ وابوي. ما شاء الله. زين خمس توائم يعني خمس جوازات، يعني على 1500. يلا كمل كمل اجراتك، كمل. انتوا الحسد بياكلكم الحسد. مر علينا باكر يا الاخو. شو باكر؟ خلصينا اليوم الله يخليك. قلنا لك اوراقك وايده ومر علينا باكر. باكر وباكر، هالرمسه اللي ما دانيها من حسد هالمخلوق اللي وراي. يلا. انتو ها؟ شو سادة تدري شوفوا هي؟ ايه؟ انتو حول اللي داخل. بطلبوا بطلوا. نعم، شو بالك؟ تبغى تسجل ولد سامي. زين. تريا شوي، عنا شغل. مشغولين؟ مشغولين ثلاث حريم داخل؟ استغفر الله. مرحبا. ما
مرحبتين. وانت يا تسجل ولدك؟ لا، يا يصلح تواير السيارة. يا اخي شبلاكم ما تتحاجون انتوا اليوم؟ انا جالس من الصبح ترياهم يصورون الورقة ما بطايعين. ورقة شو؟ ورقة الجواز. مو صرين الا اطلع اجيبهم صورة الجواز. اقول لهم الجواز عندي صوروه. يقولون لا، نحن ممنوع نصور للناس. اقول لهم انا ريال شيبه وما عندي سياره والحر يتعبني. كلها الا صوره واحده. تقول احد اعطاني وي؟ اعطوني وي ابو العباس. ايه ما عندك سياره وفي هذا الحر. وبعدين؟ ما شيء. الحين جالس اتري مدير المركز، لكن مدير المركز الحين ما مداوم. وانا مصر الا علمه بالسالفه. بتشتكي عليهم؟ اي نعم بشتكي عليه. زين اكتب في الشكوى اني انا رجل لن احشم كما ينبغي. قم من هني، قم. انا ناقصنك بعد انت؟ لا بعد قال كما ينبغي. انبغى راسك. زين يا اخوي انا اسويك سوالف بس. انت شو عندك؟ انا الله يسلمك يا بسجل الولد سامي عنهم هنا، وقالت لي بنيه انتظر شوي نحن مشغولين. مشغولين؟ روح المكتب من خلف الكابينه بتلقاه يتريقن. يتريقن؟ هي نعم. انا اخر مره اذكر انهن يلسن يتريقن ساعه وربع يتريقن. يا خلوه ساعه. يا ابوي قم روح شوف شغلك، لا تستوي تنداه. شو اسوي يعني؟ يعني سير وهزبهن. اهزبهن؟ هذه القوارير ما بزين. اللي ما يد شغله صح ينهزب. روح هزبهن عشان نغدي اثنين ونروح نشتكي عليهن عند المدير. قم يا اخوي. خايف يفروني بالادويه ولا الملفات. كيف؟ خليك عيال ساعه وربع. من ورا المكتب. ايه من ورا. الرجيم زين. من سواه؟ بيتكم؟ ايه بيتكم. وايد حلو، وايد حلو. هاي امي مسويت لنا اليوم فديته. شكلنا بنمته. انا عندي الاكل بس اكل. بتندحقين بسك. حو وين تبى داش علينا كذي؟ لا حيه ولا مستحى. صدق انك سبال ومسود الوجه؟ متى الحر اليوم؟ ها قول لي، حصلتين تريقن ولا لا؟ هي نعم، بس يوم شافوني ما يازلهن سبوني. سبوك؟ هي والله. واحدة منهم قالت لي يا السبال. وسكت؟ إذا شو يسوي يعني؟ ريال بعيال ويقولونك سبال وتسكت؟ عفا. أنا من يوم شفتك تسمي ولدك سامي ما عيبتني. أنا يا ريال بعد غلط دخلت عليهن كذا لا هود ولا هدى. انت ما دخلت عليهم في بيوتهم، هذيل موظفات، ايش عن يسبونك؟ ما بكفايه معطلات الشغل ويا سات ياكلن ويسبن الناس؟ ماتوا الرياييل، ماتوا. افا بس. والله لو وحده قالت لي سبال لا مد ايدي وتطلع لسان الموت مالها واربطه في لسانها. تصدق؟ انا الحين حسيت بكبر السبه هذه. عيل انا يقولوا لي سبال، الحين انا ساير واخذ حقي. الله وياك. يلا يا بنات بسكم السوالف، ما فينا يدش علينا المدير ويشوف العفسة هاي كلها على الطاولة. كان هذا مدير والله انك ضحكتيني انت الحلال. منو اللي قالت لي منكم سبال؟ انت مرة ثانية؟ نعم، شو عندك؟ قلت لكم منو اللي قال لي سبال؟ انتي؟ حش علي. عيال انتي؟ انا حش علي. وانتي حش عليش بعد؟ هي نعم حش علي. الحين يوم انتو كلكم حش عليكم، عيال منو اللي سبني؟
طيفكم ولا اللي سمعت صدى؟ يا حجي انت دخلت علينا واحنا ياسين ناكل، حصل خير، تعال من قدام الكونتر عشان اخلصك. لا قبل منو اللي قالت لي سبال؟ حجي انت الحين سبال؟ طبعا لا. خلص ليش تعيد وتاكد في الرمسة؟ يعني ما بتعترفون؟ نحن اسفين يا الحجي، لا تكبر السالفة، تفضل عشان اخلص لك الموضوع. ها شو عندك؟ ولد ولا بنية؟ ها قصوا علي، انا ابغي حقي ولا بسير بشتكي عليكم عند المدير. دام ان ها كلامك روح اشتكي. تفضل عبد الله. يا حي الله عبد الله، كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. عاد اسمح لي البارحه كنت مو مداوم، كان عندي شغل، يقولون كنت تسال علي. هي نعم اسال عليك، انا كنت جاي اخلص اوراقي، توني بمد دي في الكونتر كان تقوم وحده وصك الدريشه في وجهي. اخ ومنو اللي صك الدريشه في وجهك؟ ما اعرفها، هن ثلاث. انزين وبعدين؟ بعدين الله سلمك قالت لي تريا لا تستعجل. انا جلست شفت المسله طولت، قلت يا ما اسير انا ورا، جانا اسير وادخل عليهم من الباب الخلفي. يوم يترن هي الساعات ومحطيات اللكير ويتريقان وضرب سوالف. انزين وبعدين؟ يوم شافوني كان تقوم وحده وتسبني وتقول لي يا السبال يا مسود الوجه. قالت لك يا السبال ويا مسود الوجه؟ زين وعقب ما قالت لك يا السبال ويا مسود الوجه؟ شو تبغي بعد اكثر من هذا؟ موظفتك سبتني وانا جاي اخذ حقي، واذا ما اخذت حقي بسير الوزاره. بحلق فيهن زين، طالع زين، منو فيهن اللي سبتك؟ يعني هو كان الصوت نسائي بس لا هو حاد ولا هو خشن. هذا شو لا هو حاد ولا هو خشن؟ يا ابنك انا ملحن، اطالع نقول لي منو خلصني. يعني يمكن محطي كانت ايلاينر ازرق. وانت ايش دراك بعيونه؟ يا لست فحصن شاهد علي يا عبادي، المسألة فيها معاكسة موظفات الدولة. ممكن تسكتين انت يا حنان؟ انا مو بحنان، انا ميساء، هذه حنان. طلعت هي ميساء هذيك حنان. اي صح. زين قول لي منو اللي سبتك وقالت لك؟ بس عادة بس عرفنا السالفة، عرفنا السبب، بعد لازم تقولها يعني؟ لا مو لازم. عبادي ترى عندنا شغل وهو ما ورا شغل، شكله متقاعد. يا سناء هذا الكلام ما يجوز. عبد الله انا اسف بصراحه، اذا ما قدرت تتعرف عليها انا ما اقدر اسوي لك شيء. شو يعني ما تقدر تسوي شيء؟ معناتك انت متضامن وياهن؟ انا ما متضامن وياهم ولا شيء، لكني ما اقدر اعاقب الجميع بصراحه، هذا حرام. يا اخي حدد منو اللي سبتك وقالت، ولا ما في داعي، ولا ترى ما بساعدك. يعني هي كانت عينها ناعسه. اختي خليني اشوف عيني شويه. استحى ويهك. لا بتطلعها اذا ناعسه ولا مفتره. ما يوز جزاك الله خير عبد الله، اللي تسويه هذا ما يوز. والحل؟ الحل انك تنسى السالفه وتخلي البنات يكملن شغلن. بهذه البساطه عقب ما قالوا لي سبال انا بسير الوزاره وبشتكي عليها، لا وبصير حق ابوها وبقول له عن السالفه خليه مرخب عقال، يكون مره ثانيه تحترم الناس اللي اكبر عنها. عبد الله احنا مستعدين نعتذر منك كلنا واحده ورا الثانيه، واعتقد ان هذا كفايه. بعد فكره، بس انا ابغي ابرد قلبي، منو منكم سبتني؟ يا عبد الله انا عندي اجتماع وانت اخذت من وقتي وايد. يا اخوي انا تساهلت عن حقوقي وايد، وكل ما تساهلت ياكلوني الناس ويهضمون حقي. انا بستوي لغب بستوي وحش يا اخوي، الدنيا مفوضه. انا اسف بصراحه، اذا ما قدرت تحدد البنت انا ما اقدر اسوي لك شيء واسف. انت ايش قايله حدد ولا لابسات نقاب؟ يا سلام عيل انت تحث على الفساد. اي فساد؟ خاف الله. انا خايفه الله. ويكون في علمك ابوي لو يدري انك تحرضنا نشيل نقابنا لسوى فيك فعايل. عيل ما حد سبني الا انت، ما دام هذه السالفه معناته انت سابتني. انا هي انت عبادي
تفضل حولها للتحقيق وعطني عنوان ابوها. يا ريال غض النظر. ما بغض النظر. هي الغض الطرف. بعد ما بغض الطرف. ما في فايدة. ما في فايدة مول. حرام عليك، أنا مظلومة. يلا يا أخت ميساء، ما علي، أنا مضطر للتحقيق هذا. لا طايع غض النظر ولا شيء، تفضلي. الله يخليك بدون شوشرة، تفضل. ميساء أعطيني بطاقتك علشان أسجل الرقم الوظيفي. بطاقتي؟ أي بطاقة؟ بطاقة العمل. بطاقة العمل؟ تفضل. الحين أنا بسجل كل شيء، رجاءً تشرحي لي كل شيء، لأن هذا ودي تقرير للوزارة، ترى الموضوع جد. والشرطة بعد، وأبغي حقي الإداري وحقي المدني. بس أنا ما سويت شيء، أحلف لكم الله. شو تحلفين بالله؟ لا تكذبين، أنت حرمة مطوعة، بتطيحين النار. والله ما حد بطيحين النار غيري أنا، قصدي ما حد طايح في مشاكل الناس غيري أنا. قولي أبوي، قولي قصيتش، قولي شو اللي صاير. أخاف سووا بهالشيء. حبيبتي ترى هاي أمور شكلية، لا تحاتي. أي شكلية؟ طبعا أنتي طلعتي منها، كان المفروض تشجعين وتقولين أنك أنت اللي سبيتي الريال. تبينهم يفنشوني. عيل اسكتي ولا تقولين أمور شكلية. ما عليه، تفائلوا بالخير تجدونه. ها خير، شو صار؟ الموضوع تعقد. كيف؟ خذوا أقوالي وباكر بيرفعونها للوزارة. ما علي حبيبتي، أنا أعرف الوكيل المساعد وبخليه يسكر على هالموضوع التافه. يعني شو يعني إذا قلنا له سبال؟ الحين الناس تعودت على أكثر من هالأشياء. كلمة سبال الحين زعلته؟ أصلاً سبال بالنسبة لي أنا تشني قايلة صباح الخير عادي، ما فيها شيء. أنتي ما تحسين؟ يوم إن الموضوع تافه، ليش ما قلتي إنك أنتي ساب الريال؟ مالي حبيبتي خلاص، أنتي أول ما تصيرين الوزارة حلفي على القرآن إنك ما سبيتي وخلاص انتهى الموضوع. يا العنود، أنت نسيت إني أنا مو موظفة هني؟ وإني أنا مداومة بدل ما يساها الأسبوع؟ هي والله، أصلاً إحنا ناسين هالموضوع. يعني ميساء الحين بتطيح فيها؟ شو الحل؟ أنا ايش دراني؟ كل اللي عندي بطاقة ميساء، هو إلا الحبيب عبد الله يبغي يشوف أبوي يقول. قصدك أبو ميساء؟ لا عزات، ترى إحنا فيها. وأنتي شو يخصك؟ شو يخصني؟ أنتي نسيتي إني أنا مسؤولة القسم ومخلية وحدة تداوم بدل الموظفة الرسمية؟ ولا أنتي اللي سابة الريال؟ ولا ميساء اللي مخالفة القانون ومخلية وحدة تداوم بدالها؟ وتقولي لي شي خصني؟ شو ما سويت شي؟ عيل وين كنت طول هالوقت؟ يا حرمة صرت بس ما قضيت شي. وليش ما قضيت شي؟ الله يسلم، شو وحدة من الموظفات غلطت علي وضاع الوقت كله. وحدة غلطت عليك؟ أفا، ومنو هذا اللي ما تستحي؟ هنا المشكلة، ما عرفت منهم أي وحدة، كانن ثلاث. وشو قالت لك؟ قالت لي يا السبال ومسود الوي. أشوة؟ شو أشوة؟ عيبتنا شو الكلمة انت هاي؟ أتحرى سبت أمك ولا شياته؟ هذا القاصر بعد، أنا باكر سأل وزارة أشتكي، أنا طول عمري أسكت على الضيم والظلم، بس عادة، أنا حقي بأخذه. اطمن يا عبد الله، إذا لك حق فثق تماماً بأنك بتاخذه. إزاك الله خير، ولو أني ضيعت وايد من وقتي يا أخي، هذا الشيء ما يسكت عليه. بعدين أقول لك حميد، أنتوا بلغتوا أبوها؟ نحن قلنا نشوف رأي الوزارة فيها قبل كموظفة، أما مسألة أبوها نحن ما نقدر ندخله في الموضوع. بالعكس، لازم ولي أمرها يعرف اللي سوته. مرحبا، أنا ميساء. مرحبا يا ميساء، تفضلي استريحي. نعم، قالوا تبغون تشوفوني علشان موضوع عبد الله، يوم سبيتيه وصفتيه بأنه حيوان. ما قالت لي حيوان، قالت لي سبال. ما علي عبد الله، ما هو السبال في النهاية يطلع حيوان. انزين انزين،
بس اقول لك الحين هذه ميساء؟ هي نعم انا ميساء. كذابه، ميساء غير وانت وحده ثانيه. لو سمحت ما له داعي تقولني كذابه، والاخوان في الوزاره يعرفوني وكل الثبوتات عندهم عندي. وانت ليش شاك انه مو بهي يا عبد الله؟ هي نعم ميساء هذيك ضعيفه وقصيره، وهذه طويله ودبه. انا دبه؟ هي نعم انا متاكد. انتو هاتوا لعبادي وهو كان موجود. يا اخ عبد الله انا جاي احل الاشكال، ما له داعي لعبادي وغيره، واذا الوزاره حاب تعاقبني فانا موجود الحين، وقبل اي شيء يسوونه فيي والاعتذار بعتذر لك. خلاص عاده. بس اللي كانت في المركز الصحي غير وانت غير، وانتم حاطين هذا ما باين غير عيونكم، قمنا نتخربط. اسمع يا عبد الله، نحن جهه اداريه ونعرف موظفينا زين، وانا اكد لك واقول لك ان هذه ميساء عيسى. لا وانا اقول لك ما ميساء، يبوا لعبادي. شو رايك نجيب لك محمد عبد احسن؟ إيه هذا انك تتلوع الكبد. انت يبوا لعبادي احسن ولا يك راي؟ خلنا نلحق عبادي ونخلص الموضوع. السلام عليكم. عليكم السلام. يا اهلين. اهلا يا صالح حميد، شو هالزياره المفاجئه؟ يا اهلا وسهلا. جاي نخلص من الموضوع اللي مو براضي يخلص بالمره، وكل يوم يتعقد اكثر. خير خير. عبادي منو هذه؟ ما ادري شو السالفه. شفت صدقيتني الحين ما يعرفها. عبادي هذه ميساء موظفه عندك صح ولا لا؟ ميساء اللي عندي والله ما ادري ما ادري، يعني انا كنت اظن انها غير، يعني كانت غير. عبادي ميساء من يومين ما كانت عندنا هنا في المكتب، وبعدين ما كانت اكثر واضعف. الحقيقه انا يعني انت ليه الحين ما تعرف منو موظفينك؟ شو من مسؤول انت؟ يعني انا ما اقدر اجلس اراقب، قصدي يعني انا اشوف اشكال اجسام، يعني ما يستوي تعرف انت. عبادي الموظفه اللي كانت مداومه قبل يومين ميساء ولا لا؟ انا عندي حل هالسالفه كلها، بنفتك من هالصدعه كلها، ما بتعقد الامور ولا بيستوي شيء. سر عند رئيس القسم نساله. حنانه منو هذه؟ هذه ميساء. عيل اللي كانت الاسبوع الماضي منو؟ يدتي؟ منو تقصد؟ اللي سبتني وحقيقينا وياها. هذه ميساء قدامك. لا هذه غير وهذه تغير، بس كم عاد من اللعبه؟ مو شيء العاب، تراكم اذيتونا كل يوم سين وجيم، ما يسوى علينا هالكلمه اللي قلناها. اسمعني يا عبادي الموضوع عندك، ابغى اعرف منو منهم اللي داومت الاسبوع اللي طاف، ولا تراك انت اللي راح تكون مساءل في الوزاره؟ وانا ايش دراني طال عمرك ايش دراني؟ انا ما اعرف منو اللي داوم ومنو ما يداوم، والله لو الوحده منهم قد يدته بداله ما بعرفها. سمعيني يا حنان سمعيني، اذا السالفه فيها شيء قولي لي، ريحينا من هالمشكله هذه كلها، ولا تراها بتكبر وبتحملون المسؤوليه كلها. Ha 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 ha!